أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار 910 تراخيص للعروض والتخفيضات خلال شهر نوفمبر الماضي، تنوعت ما بين عروض خاصة وتخفيضات معلنة شملت العديد من البطاقات والكوبونات الممنوحة للمستهلك. وأشارت إلى أن إدارة حماية المستهلك استقبلت 197 شكوى تقدم بها مستهلكون تنوعت ما بين تعهد وأمر صلح وتسجيل محضر، لافتة إلى أنها سجلت عددا من حالات الغش في بلد المنشأ خلال الفترة المذكورة.